السلام عليكم مشاهدينا الأعزاء، نقدم لكم اليوم 10 قطارات تذهل العالم بسرعتها لعام 2017. قطار تالجو 350 في إسبانيا. هو قطار إسباني يصل سرعته إلى 350، وهو عالي السرعة جدا، ويمتد بين مدريد وبرشلونة. يحتوي هذا القطار على سيارتي قيادة و 12 سيارة ركاب، وهو الأنسب للتعامل مع موجات الضغط. وتنقسم مرافق الجلوس في القطار إلى 4 فئات: فئة النادي والدرجة الأولى والثانية والثالثة. ويتميز بمقاعد مريحة مع مساند للقدمين، كما يمكن للركاب الوصول إلى الفيديو وأجهزة الصوت في كل مقعد. هناك أيضاً لوحات للمعلومات في الداخل والخارج. قطار أتاليو اي جي في في إيطاليا. هو من أسرع القطارات في أوروبا، ولديه أقصى سرعة تشغيلية تصل إلى 223.6 ميلا في الساعة بمعدل 360 كيلو، وهو يعمل بين روما ونابولي. ويمكن للمسافرين في القطار الوصول إلى هذه المدن لمسافة 140 ميل في ساعة واحدة فقط. وتنقسم المقاعد إلى 3 فئات، ويتميز بمقاعد جلدية قابلة للتعديل والتلفزيون مباشر وخدمة الواي فاي المجانية. سيمنز فيلارو في إسبانيا. هو من القطارات العالية السرعة والتي تصل إلى 217.4 ميلا في الساعة، وهو يعمل بين برشلونة ومدريد. يمكن للقطار أن يصل من برشلونة إلى مدريد في غضون 2:30 دقيقة فقط، والقطار لديه 8 سيارات للركاب. قطار فريتشاروسا في إيطاليا. تصل سرعته القصوى إلى 186.4 ميلا في الساعة بإجمالي 395 كيلومتر، ويمتد الطريق بين ميلان وروما ونابولي. ويحتوي القطار على 4 كبائن رئيسية والدرجة القياسية والطبقة الممتازة ودرجة رجال الأعمال والدرجة التنفيذية. تتوفر سيارات القطار بخاصية عازلة للصوت. قطار هيمو 430 إكس في كوريا الجنوبية. قطار عالي السرعة تصل سرعته القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة، ويستخدم نظام حزمة الطاقة الذي يتميز بسرعة التشغيل وفعالية التحكم في السرعة، ويصنف ضمن القطارات المتوسطة وعالية السرعة. وتم تطوير القطار لتتجاوز سرعته 300 كيلومتر في الساعة، وهو يربط المناطق الداخلية الشرقية والوسطى مع بقية البلاد.
قطار CRH-380 في الصين. هو قطار صيني كهربائي متعدد الوحدات لتحقيق سرعة قصوى تبلغ 236.3 ميلا في الساعة، لكنه يحدد سرعة قياسية من 258.58 ميلا في الساعة، وبإجمالي 485 كيلومتر. والقطار لديه وزن منخفض جسم، ويحمل القطار 494 راكبا في كل مرة، ويحصل كل راكب على مرافق مثل مصباح القراءة ومنفذ الطاقة وشاشة إلكترونية. وهناك أيضا قسم لمشاهدة المعالم السياحية المهمة بالقرب من مقصورة السائق، وبه وحدة كاملة مخصصة لتقديم الطعام والمشروبات للركاب. قطار ترانس رابيد في ألمانيا. هو قطار يعمل بقوة الرفع المغناطيسية، أي يعتمد في عمله على المغناطيس، حيث أنه لا يحتوي على محركات ميكانيكية ولا يسير على قضبان حديدية، فهو يطفو في الهواء معتمداً على وسادة مغناطيسية يعمل على تكوين مجالات كهرومغناطيسية قوية. ويمتاز هذا القطار بسرعة عالية لتصل إلى 550 كيلومتر في الساعة، بإجمالي 1700 كيلومتر في الساعة. يعتبر القطار المغناطيسي السريع أول ابتكار جوهري في تقنية بناء السكك الحديدية منذ صناعة القطارات الأولى، وهو أول نظام للسكك يتحرك إلى الأمام دون الحاجة إلى عجلات ومحاور دون احتكاك. قطار شانغهاي ماغليف في الصين. هو من أسرع القطارات في العالم، لتصل سرعته إلى 267.8 ميلا في الساعة، وهو يمتد في شانغهاي وله خط مغناطيسي. على عكس مسارات القطار العادية لا يوجد لديه عجلة، ويطفو على المجال المغناطيسي الموجود بين القطار والمسار، وبه سحب كهرومغناطيسية للسماح للقطار للطيران على المسار المغناطيسي، ويبلغ طوله 18.95 ميلاً، وهو يعمل بين طريق لونغ يانغ ومطار بودونغ الدولي. يبلغ إجمالي سعة الركاب في القطار 574 راكباً. قطار سانسيف تي جي في فرنسا. هو من القطارات السريعة والقوية ليصل إلى سرعة قصوى تصل إلى 198.8 ميلا في الساعة، وهو قطار مزدوج يربط جميع المدن الرئيسية في فرنسا. والقطار مصنع من الألمنيوم عالي جودة، ولديه تصميم صديق للبيئة، وتضمن مقصورة الركاب القوية في القطار السلام في حالة الاصطدام. ويوفر القطار مقاعد مريحة وآلات لبيع الوجبات الخفيفة والمشروبات، ومزود به أضواء القراءة الفردية ومآخذ للأجهزة الكهربائية الخاصة بك. قطار سيريس SC ماغليف في اليابان. هو من القطارات في اليابان تصل سرعته إلى 198.8 ميلا في الساعة. تصميم القطار يساعد على تقليل الصوت والاهتزاز، والقطار لديه 10 سيارات و658 مقعدا. هذا كل شيء مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا. دمتم بخير.